سيتي في الجولة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا. إن شاء الله بنتمنى النهاردة تكون مباراة جيدة للنادي الأهلي، نقاط المباراة تكون من نصيب للنادي الأهلي، وأكيد الهدف النهاردة تصدر المجموعة. النادي الأهلي بيأدي أداء أكثر من رائع في البطولة الأفريقية، زي ما قلنا قبل كده كابتن سيد، من نقطة إن إحنا نصل لعشر نقاط في ظل الظروف الصعبة اللي مر بها للنادي الأهلي، تلاحم المباريات الكبير اللي طبعا بيعاني منه بشكل كبير جدا النادي الأهلي من الإجهاد والإصابات، فقدان عدد كبير من لعيبة النادي الأهلي، بنتمنى ما يبقاش ليه تأثير النهاردة على فريق النادي الأهلي في مباراة اليوم. النادي الأهلي مستر باتريس حذر لعيبة النادي الأهلي بشكل كبير من عدم الاستهانة بمباراة اليوم، لابد التركيز الشديد من أول دقيقة لآخر دقيقة، وكمان طالب اللاعبين بإحراز عدد كبير من الأهداف. النادي الأهلي يمكن كان خسر في كامبالا سيتي مباراة 2-0، النادي الأهلي كان غير موفق، كان في بدلك كبير لفريق النادي الأهلي في المباراة الأولى. بنتمنى النهاردة بعد الأداء المميز في مباريات الدوري العام وفي البطولة الأفريقية يستمر النادي الأهلي ويصحح المسار خلال هذه المباراة اللي إن شاء الله تكون من نصيب النادي الأهلي. كالعادة كابتن سيد متواجدين في فندق الإقامة في الإسكندرية، فندق قريب من استاد برج العرب، إن شاء الله اللي هيستقبل مباراة اليوم في الساعة 9 مساء. أجواء مطمئنة للفريق للنادي الأهلي، كعادة طبعا المعسكرات الخاصة بفريق النادي الأهلي اللي بتسبق المباراة، لكن لو بنقول النهاردة النادي الأهلي متواجد عقب انتهاء مباراة حرس الحدود، النادي الأهلي مستمر هنا في الإسكندرية، ضيق الوقت وتلاحم المباريات بيأثر بشكل كبير جدا على التعليمات الخاصة بالجهاز الفني لعيبة النادي الأهلي. النادي الأهلي حتى هذه اللحظة متواجد في الإسكندرية زي ما قلنا من مباراة حرس الحدود، وبنتمنى إن شاء الله النهاردة المباراة جمهور النادي الأهلي اللي هيحضر إن شاء الله هذه المباراة يكون سند ودعم كبير للنادي الأهلي. ويمكن النقطة اللي احنا بنتكلم عليها كابتن سيد إن النادي الأهلي أو جمهور النادي الأهلي لابد يكون متواجد بكثافة في كل المباريات، يعني مقاطعة استاد برج العرب أنت بتقاطع النادي الأهلي وبتضر النادي الأهلي، لأن أكيد عارفين إن جمهور النادي الأهلي هو اللاعب رقم واحد في البطولات الأفريقية، البطولات العربية، بطولة كمان الدوري العام. بنتمنى إن شاء الله النهاردة حضور الجمهور يكون مكثف، التشجيع يكون مثالي كعادة جمهور النادي الأهلي من أول دقيقة لآخر دقيقة، الهتاف باسم النادي الأهلي. لو برجع معاك كابتن سيد للكواليس الخاصة بفريق النادي الأهلي، اللاعبين اختتم النادي الأهلي تدريبه الأخير على استاد برج العرب، ظهور مؤمن زكريا وإسلام محارب في التدريب الأخير كان بشكل مميز جدا ورائع جدا وأشاد به مستر باتريس والكابتن محمد يوسف. لو بتكلم على مؤمن زكريا اللي بيعود من جديد لقائمة الفريق، مؤمن زكريا يمكن غاب خلال المباريات الماضية، كانت رؤية فنية خاصة بمستر باتريس والكابتن محمد يوسف، أيضا كمان بكماني اللي بيعود لقائمة المباراة رؤية فنية أيضا لمستر باتريس والكابتن محمد يوسف. الأمور إن شاء الله تكون في مصلحة النادي الأهلي، كل الظروف إن شاء الله تكون مهيئة لفريق النادي الأهلي في مباراة اليوم. أخيرا كابتن سيد لو بكلمك على المحاضرة اللي هتكون خلال لحظات مع فريق النادي الأهلي، بيحط فيها مستر باتريس وكابتن محمد يوسف كل الرتوش الأخيرة على التشكيل، على التعليمات الخاصة بالفريق. ولو بأكلك على التعليمات اللي قالها مستر باتريس للعيبة النادي الأهلي، عدم الاستهانة بمباراة اليوم، لابد التركيز الشديد، وإن شاء الله يكون في إحراز عدد كبير من الأهداف في مباراة اليوم. مستمرين معاك كابتن سيد، كل نجوم الاستوديو التحليلي، كل جمهور النادي الأهلي، ورصد خاص ولحظة بلحظة لأجواء وكواليس مباراة النادي الأهلي وكامبالا سيتي.